السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم أصدقائي. أحداث جديدة من مسلسل الميراث، الحلقة 102. ولكن قبل البدء يرجى الاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس لكي يصلكم كل جديد. تبدأ أحداث الحلقة. زيد واجه شهد في الكافيتيريا وسألها ماذا تفعلين في الكافيتيريا. شهد طبعا تلبكت شوي وصارت تتحجج انه رفيقتها هي اللي عزمتها على الكافي، ويسألها انه تعرفي الكافي صاحبه لمن؟ تقول له لا ما بعرف. وتدخل شهد للكافي وتشوف منصور يهدد والدته، بس ما كانت تعرف انه عم تهدد بوالدته. فهد بياخذها عجنب وبيحكي معه وبيزعل وبتركه وبتطلع. منصور بيسأل فهد مين هاي البنت، بيقول له فهد هاي زبوني. بيقول له منصور بيقول له انت بتعمل هيك كل زباينك ولا هاي كنا وحدي من الاحباء او الاصحاب؟ في مشهد اخر مشاعل بتكلم والدة طلال وبتقول له انه تدف التحاليل تبع سليمي 100%. ام طلال بتقول له يعني تحاليل طلال هي المزورة؟ مشاعل بتقول لا ما اقصد هذا الكلام. جويري وحور بيكونوا طالعين مخلصين من الاجتماع. جويري حور بتسأل جويري والدتها، بتقول له انه زيد مو موجود. جويري بتقول لحور مو مهم ان كان زيد موجود او لا. طبعا زيد بيجي بيكون مجتمع مع منصور، بيخبر طلال انه كان معزوم مع منصور على فنجان قهوي وراح يطيح بجويري لانه كشف الصور، وبيخبره لطلال يجيب الكرسي او يقعد حده ويتفرج على جويري. طلع في مشهد اخر ماجد بيكون قاعد مع ديما وبيصر عليها تعمل التحاليل، وديما بتطلب رقم بدر مشان هو يدل على رقم دكتور شاطر. طبعا في مشهد اخر بتدخل حور على غرفة شهد وبتلاقي شهد وبتكون فرحاني حور كتير، وبتقول على الشيء اللي صار مع ابراهيم انه طلب يحدد موعد مشان الخطبة. وهون بتقول حور تقول له هو قال لك انك لا تخافي، بتخافي اذا قال لك انت؟ حور بتقول له انت يا شهد اللي كنت عم بتقولي لي الحب والعشق وتمعشقي. طبعا شهد حكتها الحكي هذا عبارة عن انها زعلت هي وفهد وكانت مزعوجة، صارت تحكيها هالكلام هذا. وفي مشهد والاخير هو عن فارس بيحكي مع هيفاء، وهيفاء بتخبره بوفاة امه ليوسف الحقيقي، وفارس بينصدم من الخبر. كانت اهم احداث الحلقة 102. والان ندعكم في امان الله، شكرا على حسن المتابعة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.